قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. أمضرة أشنو؟ والله يميز قلوه راه مشى فيها. هي القضية مزيرة عند الرئيس. كيف بيض بيضة هنا وبيضة في العش؟ السوق هو والقنطرة في ناية. الله يلحقكم لولادكم على خير. الله يخليكم ويرحم لكم الوالدين. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داز الاجتماع السي بوعلا؟ مزيان. انا ديما نيشان وما عندهم ما يصبروا مني. وقتي ديما نيشان. الحمد لله ما ديت لحد ما تعديت على حد. درت لكم تيران ديال الكره ودرت لكم تفرقه. واش بغيتوا مازال؟ هي على حساب الانتخابات الجايه ضامنه. الله يهديك. فين حنا وفين الانتخابات الجايه؟ ودجاج العشاره كيتكتف مع العاصر. دكولي ما بغيتش تجي تعز الصفوف ديال الفريق. هاد الساعة مازال. إوا الدراري كلهم موجودين. خاصهم غدا. ولا بغيتيني أنا موجود. نيشان قال لك، الله ينعل اللي ما يحشم. ونيشان فحال المنجل. ومعول علينا قال لك، وعول. عمرني ما شفت واحد داير المارشي من الواد لهي وناسي القنطرة. وترى ما ناسي والو. راه بالعاني داير المارشي من الجهة الأخرى اللي من ليه باش ياكل فلوس القنطرة. هالكلام. وأنا عييت معاه. هالسي بوعلا وهالسي بوعلا كله قيس. عرفتي باش كيجاوبني؟ حتى نولي انا رئيس الجماعه ورا ما نقيس. المره الجايه نشوفو. سعديه ها سعديه انت فين غادي تكون مشات هادي عاوتاني؟ لقيتي ليا شي حد اللي غبرها عليا ولا لا؟ راني سايره نقلب. انا خدامه عام عام. غير صبري شويه. شوهتني شوهتني في الدرب. النهار وما طال وهي تابعه الكره بحال شي زوفري في الزنقه. حسابك كي شتي دابا انا كنقلب لي على شي كويري بحالها اللي تفهم معاه. كويري تي انا ما بغيت كويري. واش ما بقاوش ولاد الناس موجودين؟ فين هما؟ ايوا يساو بالله. واش بغيتي دير ليا شي فضيحه؟ عاد تلقاي ليا ديك الساعه انت ولد الناس. صافي الله يصاوب الله. اسمعي اي والله خلف الحاجه. شوفي قلبي ليا على شي راجل فين ما كان جيبيه هو الاول. دابا غادا نمشي نجيبها هي الاولى بعدا وحد الله. ايه الله يكثر خيرك. الله يعاونك. الله يعاونك. لا 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 ل
لا 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 فين غبرتي عليا؟ وتقول على السلام، انا خدامه معاك. كاين شي خويره جديده؟ على الخطر لقيت لك واحد البنت اللي تليق بك. ياك ما عاودتني شي وحده شارفه خصها في من تلصق. ما تحكم انت تعرف بنت من هي. بنت من؟ بنت الحاج. الحاج؟ الحاج مول مول بركوات. وربعه البركوات وفيرما وسبعة المحلابات وستة العمارات فاسفي وفران وثلاثة الكاميوات وحانوت كبيرة في فرنسا وسعداتك لانغوست. لا 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 شوفي لي شي حاجة أخرى، هادشي بزاف عليك. لانغوست إلا مشيت تفلتي هاد الهمزة راه غادي تندم. شي كنت مع شي حد آخر كونطار لك بها. قلت أنا مع راساتي لانغوست هو الأول. يلا نقعد مع بعض. انت وين تكلم؟ ما لحقش اجي بحبكم. شكون؟ السلام عليكم. زيد والله العظيم عليك. زيد عشيتي ولا باقي؟ ما عشيتش. بس يا امان بس ودعاء وحشي. لا عيب علاش كتشوف والو سامي يلبسك العين يمشي. ودابا الناس كلها كتقول نصوتوا على الحاج. عالي لا تزربش بشوية بشوية خلي تتفوت هاد اللجنة اللي جات نشوفو واش غادي دير عاد نشوفو روسنا هنا. وين اللجنة دير شغلها وحنا نديرو شغلنا. راه حتى واحد ما بقى كيقولها فيه زوينة. إي راه حولو حتى واحد ما يقولها فيه زوينة ما كيشاور حد ما كيدير برأي حد كيدير داكشي اللي قال لي راسو. ولكن أنا لو وليت رئيس الجماعة ما غاديش ندير بحالهم ولي دايز في الزنقة والناس كيلعنوا فيا. هادشي علاش الناس باغية تصوت عليك أنت؟ إي واش غادي ندير أنا؟ هاد بوعلان باش نجح وباش نجح دار فرقه الكوره. ايوا اش خاصني ندير؟ دير فرقه الكوره. هو دارها لهيف في درب الحجر، حنا نديروها هنا في درب العوينه. علي ياك ما غادي نخسروا الفلوس فاش الحاج. غير شويه غير شويه غير شويه. ولكن انا ما كنفهمش في الكوره. انا هادشي ما تخممش فيه، انا المستشار ديالك ومن دروك نفكروا كيفاش نجمعوا اللعابه. الحاج الا وليتي رئيس ديال الجماعه ما تنسانيش. ويلا لا تنساك حنا دراري. ويلا طلعتي للبرلمان عاوتاني. هادشي فيه البرلمان واشنو
شوف علي، والله وقعدت تمشي للبرلمان ترجلي برجلك صافي. يلا ولا لا مننا ولا مننا، راه نسيتيني. راني خدامه غير معاك، قلت لك واحد بنت الناس اللي تليق بك. ربي ربي، شكون هي؟ بنت الحاج. الحاج اللي عنده البركوات؟ عنده 4 المراكب وفيرما و7 المحلابات و6 العمارات فاسفي وفران و3 الكاميوات وحانوت كبيره في فرنسا غناك بغاه. وتما في راسك شراني خدام عنده؟ ومن بعد وراه ما غيبغيش. هي ما عرفتيش من ناناش كتسمع. عرفتي الا مشيتي تدرتي هاد القضيه مو من انا غنعطيك الدوبل. ما تعطينيش الدوبل، عطيني اللي اتفقت معاك عليه. وراه باقي ما خلصونيش. وتا يخلصوك كتعرف الدار. خليني نفكر. انت ما بغيش تتزوج وغتبقى غير كتراوغ. وراه الزواج هذا علي خص الواحد يفكر. اه سيدي سيدي فكر فكر. وزعما هي قابله؟ واش بغيتي بنت الحاج؟ وراه هذيك راه بحال اختي، والحاج بغى يولي رئيس الجماعه وهذه هي الوجيبه. وجاب الجماعه للزواج هو باش يربح في الانتخابات خصو يدير فرقه ديال الكره بحال بوعلا، والفرقه ديال الكره خصها كويريه معلمين بحالك. انا غادي نتكلف لك بها. وما عمرني حملتها. غتلقى ما احسن. وراه انا كنعرف اللي يليق لك، تاني غتبقى بحال هكا. وترجل اصاحبي شويه تترجل مالك. واش جاب دابا هاد الهضره هادي للرجله؟ وراك كبرتي يا الدكالي، راك كبرتي. اجي عليا جاك هاد النهار ما عمرك هضرتي معايا في هاد الموضوع. ايوا انت اخويا اللي ديما ساكت، ما كتقول والو. باش غنعرفك انا راه باغي تتزوج اصاحبي؟ باش انا ما باغيش نتزوج. راك باغي غير ما مدخلهاش راسك ياك. ولعب لعب. شي ما قلتي لي والو، اش درتي فيش؟ كلشي هو هذاك الحاج، كلشي عندنا مزيان. عندنا الدكالي هو الاول. الدكالي اللي في البرلمان ولا؟ الحاج راني هضر معاك على الكرة، على الفرقة. هذاك الدكالي الحجيجي ما داك حتى هو؟ وهذاك الدكالي راه من الكويريا المخيرين في الفيلاج. عجب اسيدي والله الا العجب. وغادي نشوفو، غادي نشوفو لانغوست. لانغوست؟ كان كيكتب في واحد الجورنال ديال الرياضه شحال هادي ما فراسكش؟ لا ما في راسيش. وكان قول قبل ما يضربو كاميو. هذا ضربو كاميو، هذا هو اللي غيتكلف لينا بلانطريما. علي لا ديرهاش مني قل الصواب، ياك ما هالبيعة وشرية غادي تدينا شله فلوس. والحاج راه هضرت معاك، هضرت معاك قلت لك غير شويه غير شويه وصافي. فرنو حل البراد خور ديالتي علي. هذا هو الوقت باش تشوف شغالاتك، وعافاك بطر ليا بهذا الشيء، راه داركنا الوقت. يلا الله يرضي عليك. وعلي هاي موتشو. عم الحاج تعرف لانقوس؟ ها الحاج سير عفا ولدي بجري يكلمو لي. يلا سير. واخا الحاج. تا مالك على دخانك؟ تكلم الحاج. سير اللي على سلعة. لانغوس سمعني مزيان وحل ودنيك مزيان، بغي يقول لك عليه شي كلام. لانغوس الحاج بغى يصوب لينا فرقه ديال الكره.
هو ما قلتي والو اسيدي. الفرقه ديال الكره سمعتها؟ هذاك الشغل وانا كنفهم فيه. وين نتوما جاكم لهادشي؟ لا راه هادشي علاش الحاج هنا؟ راه بغاك تعاونو وتخدم معاه توقف معاه. ولا نقصت راه معاك داويين. راه هذا السي الحاج بغى يصاوب لنا فرقه ديال الكره. ولاش؟ وراه هذاك السي بوعلام داير فرقه والحاج ما يديرهاش. كشتي نطفرو. وبوعلام عمو خروين. الكره ما كتبغيش تخلوين. حنا ما عندنا ما نديرو بالتخلوين. خلنا عليك بالله على تقليدك. واش هذاك بوعلام اللي داير فرقه احسن مني انا؟ لا ماشي احسن منك حاشا. ويني هو قادي بها مصلحته. يا راه يعني راه هادشي اللي الحاج ضده والناس كلها ما بقاتش بغات بوعلام. وباش حنا نهرسوه في الانتخابات الجايه نديرو طحنا فرقه ديالنا وهالحاج واقف معانا. وهادي راه السياسه وقولها لي من الصباح. انت هي راه كنعرف فيها مزيانه. هادشي اللي بغينا بغيناك اسيدي تكلف لينا بالدراري وحيد عليك هاد الكارو والديتاي. هاي حاجه نقولها لك من هنا. انا راه ما بيني وبين الكره عال خير والي حسان قد السماء مع الارض. هيا كل ما هو اوراق رخصه شكايه الرباط ضربوا على كتافي. وانا راني غادي نتكلف لكم بالاداره وبالفلوس. وانا نقابل الدراري. ها هادشي اللي بغينا دربهم لي ناسي. واش غادي يدربهم؟ انا راه بغيتو يجمعهم ياك عرفوا يلعبوا. لا الحاج المدرب لا بد منه. ضروري. اه ضروري الحاج راه باش نربحو خاصها الخطه تكتيك. لا والله ما كيعرفوا يلعبوا حاجه. لا بلاتي كون كانوا يعرفوا يلعبوا اش يحتاجوا لهذا اللي يدربهم ولا الخطه ولا هذا الحرام اللي كدوي عليه انت. لا لا سيد الحاج لا لا خطه مهمه وزيدونا نعدي واحد الخطه جهنميه تكنيك مو براتيك مو بشيشيك مو خاصني افريقيا. عرفت اش غدير؟ الحاجه اللي تسبق الاولى هي غادي تدور وتجمع الدراري كل من هو كيعرف يلعب الكره غادي تجمعي لينا. لا سيد الحاج لا هذه لا غادي تجمع الدراري كنا غادي نقلبوا اليوم. شحال غتعطيوني؟ ما نعطيوك والو ياك تحب الرجال. سي الحاج غادي نعطيك انا واحد النظريه قلبوا على شي واحد اخر من غيري انا. لانكوست انا خليه يمشي. لانكوست سير خليه يمشي علي انا ندوي معاك. خلي حنا جينا عندو كبرنا بيه هو سير كينفق عندنا في كتيفاتو من درك. سير خليه يمشي. لانكوست ريح فلوس 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 علي دويتي معايا سبق لك فلوس وما نقول لك ياك لعبت هو نعطيو فيه الفلوس. السي الحاج الله يهديك حتى كضل كاع النهار وتتابع الفلوس. عليك لا تديش علينا وعلى من غندي السي الحاج. اخ اسيدي عليه الواحد شحال بغيت الحاج؟ تفاصيل نهضرو فيهم من بعد. لانكوس تهلا عليه الواحد يا انت معروف. كارو خويا ما بقيناش كنبيعو الكارو. اسمع الواد تسطا ولا مال ماشي بعيد الان ملي كنشوفو ملاعب فارغه صحيته يعني كيحز في النفس اننا نشوفو الكره الوطنيه ترجعت بهذا الشكل كبير. عطيه 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 الستينيات 70 الله يرضي عليك بنيتي لما في السريبيه هادو مالهم درك من الصباح هما يضاربوا على هذيك الجلده بلا فايده. علاش درك تيلعبوا كره خاصهم يخشيو في ديك الشبكه خيار. وي سير ودروك اللي خشى الاول هو اللي يربح. لا 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 دابا حتى كيسالي الماتش وكيحسبوا شحال دخلوا اللعابه باش يعطيو اللي دخل بزاف هو اللي يربح. وشحال دروك تاع الوقت كيلعبوا غير شي كامل ساعة ونص ما يجيراو جنونة يدروا اللوعة فارسي الناس والإيمان با 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 تابعونا هذه المباراة في المركب الرياضي محمد ورا داخل المربع بوسط اللاعب حفيظ بلانتي سي ساعة كيف عار الله بنيت مالو ربحوا في الستينيات وفي السبعينيات كانت بطولة قوية بالأندية ما بين الأندية حضرت حوالي 30,000 متفرج. واش بصح بغا يدير فرقه الكره؟
شكون اللي قالها لك انت؟ ايوا الدرب كله راه في خبار. الدرب الدرب هذوك راه ما كيلقاو ما يديروا كيبقاو يتلاهوا في الهضره. انا الصباح كنت جاي هضره اللي لقاني كيسولني كيقول لي واش هذيك الطفله بنتك تخطبت؟ ندعي عليهم تا هما. ايوا خاصها تخطبني باش تجمع راسها. النهار كله هي تبع ديك الكره تخبط فيها وتهرس في البيبان. قراناتها تجوجوا ولدوا ربعه ديال الدراري. انا راه غنشوف البروره نديرو. هاش هذاك المسندر اللي معلقه والله لا دخل عليا. وانت لا كان كتاب لي مال. انا اللي بغات بنتي نجيبو لها لعبه الكتاب. لعب كورة مزيان ليك يعرف يكور يا زيدو. شحال قيدتي دابا؟ سبعة. الله يجعل البركة. لا ما يمكن. شوف خصنا 11 لاعب. لاش 11 لاعب؟ ايوا هذا هو القانون. قانون شكون اللي دار هذا القانون؟ باركوا على قدو كاع كنشقوا به البحر صيف وشتا ليل ونهار اللي كيباش ديالو ما كيتعداش 13 خلق. هادو باغيين غيلعبوا خاصهم 11. وهذا هو القانون الحاج. غدا من القناة عند الحاج. اللي تقيد. يلا كملوا خدمتكم. ديال لانغوش شحال باقي خاصك دابا؟ خاصني ربعه. ربعه؟ علاش ما نجيبوش هذاك اللي مشهور من الخارج؟ حنا كاع ونهنيو روسنا من هادشي. راه هذاك البارح الدريه بنتي عاد قالت لي سميتو البارح. شنو يطو؟ لا حليمه. قال لها هذاك اللي ظلوا يهتروا به الدراري نهار كامل وما طال في القهوه. رونالدينيو؟ هذاك نورالدينيو. علاش ما نجيبوش حنا ونهنيو روسنا من هادشي؟ ولا ترى غالي بزاف. انت شحال كاع شحال كيطلب دابا؟ والله يهديك راه غالي. كمان حنا علاش بغينا نشدو عام؟ راه غادي نشدو عشرين تنوقفوا على رجلينا وتفوت الانتخابات ونقطعوا لين صيفطوا. شحال غادي يطلب ديال الفلوس في الشهرين ديال الخدمه ديال اللعب؟ ولعب واش باغي يلعب ما كيسوى والو. كيني انا كانت هادي حسن كاع تاسير تهنزز فيا تاسير تخدم. تعال غادي نديرو فرقه. انا فرقتي ولا نقول غيدربكم وتا حاجه ما تخصك. طلع تا حاجه صافي غادي تقول. انا نعرف بوكا. طلع بالسلامه الدراري. يلا بالسلامه. يلا سيدي. يلا تا حاجه ما تخصك. مالك ما تخافش. كلنا ترينور. صافي يا ولد تكور معنا في الفرقه وما يخصك حتى خير ان شاء الله. راه الا شدنا الفدان شي حاجه غيتهنى. خاصنا من واحد. خاصنا لعاب واحد وحارس. حارس؟ اي قول لي كي غاردي الشبكه. ايوا هذاك راه واقف اللي كان يديرو وديري الثاني يا كاع واقف. واقف؟ اخا سيدي واقف. قال لك واقف.
تشتري ديله دير حيد لنا النخلة غادي تجلخ لنا الطابور. قال لك واقف قال لي السلام عليكم. عرفوا شو هاد الطفل اسمه خنيشيش؟ لاش بغيتي؟ لا يكور معنا. علاش عندكم شي؟ عندنا الفريق اللي بغيت تكور معنا يلاه مرحبا. وين؟ ايوا سير جمع حوايجك اللي بغيت تكور. خنمشي نجيب حوايجي من هنا ونجي؟ يلاه طلق راسك. شكرا. سلام. شتي حوايجك؟ ما عندي حوايج، هادشي اللي كاين. وعندك فين تسكن؟ لا، ويدني ماشي مشكل، نسكن عند اختي. والفرقة يلا بدات، ما عندهاش فين تسكنك. وين ان شاء الله إلا زدنا لقدام غنتهلاو فيكم. ياك الحال؟ هي هي، عايكونوا رجالة ويحمروا الوجه وراتا حاجة ما تخصهم. والفرقة ديالك اش غدير معاها؟ ما غادي ندير معاهم والو. الدنيا هانية. كيتسالوني شي فلوس. ها اللي قلنا. فلوس فلوس فلوس، ما كاينش اللي يدوي معاه وما يسبقشك فلوس وما اللولين. شحال كيتسالو؟ ماشي بزاف. شحال؟ 100 درهم. ها؟ وي 100 كاملة؟ شريت بها كيطمة ديال الكرة في الموسم. عطيه لا نقوصلة عندك تما تن يعطيه. تعطيه أنا، عطيه تندير ون. عادل وعادل هاك اعطي هادي لعبد السلام صافي ها وقول له ميرا غرجع شي نهار الله يعاون. الحاج عافاك الى موقف واحد دقيقه. علاش وقفتينا هنا وليد؟ ياك لاباس؟ بغيت توسع؟ انزل سير للخلا. لا الحاج، خاصني نقول لك شي حاجة. اشنو؟ الفلوس؟ غنهضرو فيهم من بعد. لا لا ماشي على الفلوس. إوا شنو؟ كي شتي نتوما جيتو كتقلبوا على خنيشيش، ياك؟ ماشي هو أنا. ماشي هو أنت؟ واش جاي دير هنايا؟ حتى أنا كنعرف نلعب. وعلاش ما قلتيهاش علاش؟ كي شتو نتوما جيتو كتقلبوا على واحد آخر. وما غاديش ديوها فيا انايا والله الحاج دا كنعرف نلعب. نزل الحاج غير جربني ولا ما عرفتش نلعب رجع بحالاتي. نزل يا من الطوموبيل نزل عطيني اتساع. الله يرحم الوالدين الحاج غير جرب. نزل الكذاب اللي ولدك ملي ما تاش خنيشيش لا سير كتخدشش فينا الله يخدشش لك الضلوع. نزل سير بحالك الحاج لا مزوق فيك الحاج. شوف والله ما لعبتي مزيان حتى نوقفك عند الجدرميه. لا بدي يا زينه اسمك بعدا العيساوي. عيساوي وعمى لا بدي يا زينه نيت
مات الهضرة ديال شي فرقة ما فرقة فرقة ديالش ديال شعر وديال كراسي يو مالها سير كتكيبي فيها يو مال أخويا كاين شي قانون في الدنيا يمنع ليا نكيبي فرقة ولا الجماعة ديالنا صغيرة وفرقة حدا بزاف عليها ها ما قلتي عيب حيد أخويا الفرقة ديالك الحاج والكرة بعد عليها وبعد عليها وقلت باغا تخسرها فلوسك وسيدي أنا باغي نخسر فلوسك أنا بغيت يبقى عندي تفرنك باغي تحكم معايا وخلاص وعلاش ما نتحكش معاك يا قادي الرياضة كتبغي الاحتكاك الرياضة تاع سمعت الانتخابات قريبة بغيتي تزاحم معايا لا كاينه شي انتخابات والله ما في راس غير ما في راسك ولا الشيباني ودابا تشوف هاد الكرة بشحال غادي تخرج عليك دابا تشوف واش كدير لا سيرو تلعب سيرو خليو السيد يخدم لي خاطر واش يا ديالكم انت سيرو سيرو قاد قاد انت باقي واحد هنا غير شويه تاع شويه على اليمين ديالك سير وليدي وسيرو انت ما عارفش اليمين من اليسرى اليمين ليدك اليمين هز شويه هاك زيد زيد هاك قاد قاد هات شوف شوف هات دير على الحرف وها شويه هاك هاك يلا جبد المسمار سيروا نزل أو نعمين في البلاك هذه سيروا ويجي تلعبوا سيروا هار الجن مسمع شد بيجي السلو هار الله هيا اخي جد قد ولا من قد مالك اي خساد دم ياطي يلا سير هاك واسلو والحق علي المحل واخف يلا الله يعطيك واسير وليدي سير تسير تسير الريالي فريقنا والحل رئيسنا وتسير الريالي فريقنا والحل رئيسنا سيرنا نزور كل قول البو يلا شباب الأولياء يا رب تحضرينا هدف شباب الأولياء اللجنة راه عاودت رجعت بو علا ما بقاش كيخرج من البيرو راه ولا يبات تما كمل لانغوست كمل قلت لك اسيدي كان عندنا واحد الماتش واعر مع اولمبيك ولاد عبو كان خاصنا نربحو 5-0 بالقله 5-0 مشينا سيدي للتيران ما لقيناش ديك الفرقه اللي غنلعبو معاها ديك اللي خاصها تطيح الا ربحنا حنا شاو سيدي عدو موطرون جاو معاهم قال لهم ما تجيوش باش نربحو حنا بفارفي ويدوزو هما بقولها ميراج واه فريد هادو اصاحبي كيشتينا سالي ومعاه بلاتي نعاود ليك واشنو درتو داك النوعير ديالهم انا دار مليح حزمه فراسي ديت معايا تونيات اخرين وجمعت لي رومبلاسون ديالهم وزدت عليهم شي دراري من الحومه عندنا وشي دراري من الفرقه عندنا وكملت شي ورات ديال الطاكسي ولعبنا معاهم انت تمشي دير بعمي هادري ان واحد ولا ربي ما ولا ربي تا هو كلا حقو وهادي والله ما طيع على شي واحد وبلاتي هزي الحاجه انا جايك والمشكله الاخرين صدقوا مزيرينهم الله يرحم باك والله ما بقاو فاتو السونتر عرفتي واحد الشيفور ديال الطاكسي
بالقلة عنده 42 عام ضرب عليهم الجبيوت. والله يديك تنت عنده 40 عام. شي دوك ثلاثة ولا أربعة رجال اللي جالسين ما غرضهم لا في كورة ولا في والو، كلهم جاي على قبلك. على قبلي؟ دويتي معاهم؟ دويت معاهم وعمرتهم مزيان ولاو كيتقلبوا في عينيهم. دابا فاش خدامين؟ وكيتقادي. قول لها فاش خدام؟ دوكا الحجام عرفتيه؟ إيه كنعرفو، كندوز ديما من قدامه. زعما تيديها فيا. ولا نقوص؟ بالديتاي؟ ويلي على الديتاي؟ دابا راه ولا مدرب. الفريق ديالنا اوكي. واش درتو؟ واش درنا؟ بريمير ميتا خرجنا خاسرين بجوج زيرو. هي وي دوزيام ميتا زدتو ما زيدي 500 درهم بزز بزز باش ربحنا ب 3 زيرو. واهي تحقو واشنو؟ فرتكنا الجوقه من تيران. ما تنعتيش كنا خايفين. اش كتخبروا عاوتاني؟ والو، كانوا راه الخطاب اللي جبت ليها باش ما تقوليش ما خدامش معاك. شتي هذاك التيميل؟ كان معلم، دابا ولا تيبيع الثوب. وداك اللي متكالي؟ هذاك ديما مزيز ولابس مزيان، لا خدمه لا ردمه، قال ورث على باه والله اعلم. وكيشرب؟ متحد فيه وما كيشرب، ولكن كيضربوا شي شقيف ساعه ساعه. شكون فيهم تيلعب كره مزيان؟ هو كلهم زرقين. وهادشي انا غير كنقجم معاك. ويلي بزغ العلا. هللوا يا شباب العوينة، أنحن في اليقظة أم في الحلم؟ أطلت علينا بشرى احتفال بكرة القدم. الحاج أهدانا فرقة، أين كرمه من الكرم؟ ليدم جودك وكرمك يا فخر القبائل والأمم. هذا هو الحاج الذي أخرج حي العوينة من العدم. لساني وقلبي يهتفان لتحيا كرة القدم. غادي نبداو يتسابقوا عليك، عندك غير تحيري. نروح حيري من دابا وتلقيني يمشي في حالي. تجوجت بعدا وتقادي بعدا تقادي ماني عوجة. عندك وحقك فيهم مزيان تتغلبهم انت. ها واش الشبات يغلبكم؟ لا اشوف راسي عريان قدام الناس وعليام اليمين باش يحلفوا رؤساء الجماعات. يا مشيتي تربحتيني يا الجماعه نسمح لك فيها. ودا والله مشيتي تغلبتيني انت وهالمرضى اللي جايب يا الفيلاج لا باقي عمرت وانا.
واش الا ربحتني انت وهاللحيه انتفها ليا والله مشيت تا شديتك يا ما نخلي لك فيها شي زغبه ودابا نشوف ودابا نشوف واحد اخرى دابا نشوف كلشي مزيان سي بو علام من الحميدين الشاكرين دير لي المعارضه في الكره ها انت اللي مشعل عليا العافيه وباغي مازال التيران ديال جماعه دلبوفي وحطينا الطلب 3 ايام هادي ايه وليني ما قلتيش لينا انت بغيتي بغينا الثلاث الخميس والسبت اختاريتي اليامات اللي كندربوا فيهم حنا واعطينا الاثنين سي بو علام الاثنين كندرب الجمعيه النسويه النهار كله وتاك تحضرنا واخ تعطينا الاربع والجمعه الاربع والجمعه كنصالحو واش هاد التيران ما يستراحش نبقاو نشدفو عليه كاع السيمانه شو شي ما تخرب ما بقى نهار السيمانه راه هي هادي سي بو علام هو هي السيمانه قصارته كون كان فيها 10 ايام تكون مزيانه ولكن انا غنقول لهم في البرلمان يزيدونا يومين ولا 3 ايام ولا حتى 4 ايام باش الحاج يبقى على خاطره السلام عليكم وعليكم السلام سي علي قول لي ناش قال لك الرئيس عيت من سيسمع ما بغاش يعطينا التيران لانكوس غترينو في البحر عندك حق الرمله كتربي الركابي وانت ما شتيش رونالدو ركابي قداش رباهم غير بالرمله انتوما دروكا وجدتو واجدين قد نعول عليكم عاونا لينا رجاله امتى الماتش سيدي الماتش نهار السبت هاد السبت هذا لا لا السبت الاخر دراري قرب الوقت شباب باقي لكم 10 ايام وا المهم انا شفتك ما درتي معايا والو واش انت دابا ما لاقي شغل فين ما نخرج نلقاك واقف كتسناني هنا واصبر شويه راك تيدي نشبتيني وما رديتي عليا جواب وليت ديما كنمشي نتقدى للحاج كنمشي عندهم للدار زعما باش نشوف السعديه عرفتي من نهار الشتا ما بقاش كيجيني النعاس بصح حتى هي مره كتضحك ليا تضحك معاك وغتبكل وتشرب هاد الضحك علاش مالي انا غنبقى بحري نجر الشباك راه غنطلع قراد فاش غنتزوج بها وديك الساعه نشري ليها اللي بغات هي دابا باغي دجاجه بكمونه هي قلتي لي غتهضري مع الحاج هضرتي معاه بعدا راني هضرت معاه بصح وانا غادي نزفط عليك ولا تهضرت معاه وهاك هاك شي سريد ليه هاك عاوتاني السرديل السلام عليكم امتى غتسدو مازال شويه عطيني واحد عطيها واحد جكيلو بكري هبره عرفتي هادشي علاش ويلا عرفت علاش حتى ما عرفتش الله يقوي الخير تلقى فخرتك ان شاء الله وجيبي لي شي خبيره زينه راه شتا ليا ما كثر على الزحام وانت كلهم طامعين على فلوس الحاج الا انا لا منان والله ما كنفكر فهادشي يا انا عليك البانضي فسير تفكر شوف ما يكون على الخير وتعا خليهم يتسابقوا ويجريو تبن كيجري الريح ويديه غتبقى على السبوله التامره اراره بسم الله وقلت لك تلقى فخرتك اعطيني واحد ربع دجاج ترى الشهر وحيد لي الجلده راه غنحيد لك الجلده الطويله ما خلصتيش المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في مدينة سايتاما اليابانية في الحتة الأولى من الجولة الآسيوية التي يقوم بها أبطال الدوري الإنجليزي درت لك موعد معها الربعة العشية في الجردة راك ما طرطا صاحبي شفت شوية خلينا نخدم مالك أصاحبي الموعد دبرنا لك عليه أش باقي بغيتي ولكن أنا راه باقي ما قررتش
انضم ديفيد بيكهام الى رفاقه الجدد في فريق لوس انجلوس جالاكسي. كنت فلا عليا صاحبي، ما كنت فلاش باقي ما قررتش صاحبي. غادي تمشي للميعاد لفتره بسيطه بسبب انا جاي نريح، راهم بلاصيني على ما نجي. اجا لك كره؟ شحال هادي ما لعبت. وجرادي؟ اش من جرادي؟ الكازو بحال اللي تيكون في التيرانات، طبيعه زعما. في الصيف ملي كنت كنمشي للعروبيه في الصيف كان كيعجبني ننزل لقاع البير ونجلس نتفرج في الجران. انا عزيز عليا الجزائر وخصوصا في الصيف. الله اعلم كي غيكون هذا الصيف الجاي. ايوا بحال الصيف اللي فات. واي يا الهضره اللي كتقول كلها معاني، منين تجيب هذه الحكمه منين؟ قريت شويه في الجامع، كان الفقيه كيسلخنا داكشي علاش تعلمنا بزاف ديال الحوايج. شلا حوايج تعلمت. عزيز عليك رونالدو. رونالدو شكون هذا؟ ايوا ويلي وشكون اللي ما عزيزش عليه رونالدو بالعمان والنوار؟ كتبغي النوار؟ شحال اليوم في الشهر؟ علاش؟ هكاك كيعجبني نحسب حتى 30 في الشهر، كيدوز الوقت دغيا ملي كنبدا نحسب. ملي كنت جاي دس على واحد البناي معلق فوق واحد الدار الفوق، وقلت باز سيدي وما خاف ما والو. سبحان الله العظيم. هاجي صافي مشيتي. وما بغيتش نبقى نصدع لك راسك بالهضره. انا بالعكس كنستفيد منك بزاف. خاصني نشكرك بزاف. لا انا اللي خاصني نشكرك. لا انا اللي خاصني نشكرك ونشكرك بزاف. انا اللي تهلا تهلا. صافي نضرتو طرقتي المسمار. شنو المسمار؟ الزواج. ما هضرتوش على الزواج؟ وعلاش هضرتو؟ لا والو. ويني تعرفنا مكلخ وغتبقى ديما مكلخ. واش انا جايب لك البنت حتى لبين يديك وكتقول لي تعرفنا؟ وباقي ما قررتش. قلت لك شحال من مره. اشنو باغي؟ اشنو باغي؟ قول لي اشنو بغيتي؟ اشنو باغي؟ ضرب معاك انا تماره، شحال ديال تماره ضرب معاك؟ انا ما قلت لكش ضرب معايا تماره. وبخليش غلاتي. ولاش تخليش غلاتك؟ لاش باش نجوجك؟ وباغيش نتجوج حتى لدابا. حتى لدابا لا ما عمرني ما قلت لك انا باغي نتزوج. عقل على هادشي اللي كدير، عقل عليه مزيان، عقل عليه مزيان. وراني غنخلفو فيك ها بلاتي. الا ها علي شو ها باب العبد القادر. نعم سيد الحاج. طب انا واش تخرج ثاني ولا شنو؟ ومع من اسيد؟ نخرج بخمس بحريه. لا فين مشاو؟ مشاو يترينيو زعما لاعبين مع البارسا. لا تهكم مشا، لا تهكم.
انا كنعرفها شناهي، يا كاين اللي كيلعب في هذاك المسندر. ولا نسيت الحاج راه 15 يوم هذه وانا كنخرج ب 10 اليوم، ما ولاو على 5. اللي هضرت معاه تيقول لي ورا اللهم الكره ولا البحر. وفين مشاو؟ وهذوك الخمسه حضروا عينيهم تاعي، ومني بان لهم ما بقى ما يدار مشاو يعيدوا مع والديهم. عيدوا مع والديهم؟ ايه جاد وجماد وفين هو العيد؟ العيد راه باقي. وقول انت سيد الحاج خزيت قنوس الحاج والحاج ولا جبت لك السميه ديال داك الاربيط. اسمو عبد الرحمن فاكتور. عمل فاكتور اه. ليك هذا الماتش؟ نعم. خصك شي حاجه؟ الله يسر يا سيدي، الله يعاون، الله يسر، الله يسر، خلينا نقضيو غرضنا. قول لي راه ما قلت، وراه ما قلتي والو، قول. اش نقول لك علي؟ راه انت اللي من قبيله ما قلتي لي والو. يا انت عبد الرحمن، واش انا من الصباح وانا كنشرح ليك اصاحبي؟ اللي عليا شوف 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 علي، اللي عليا انا هو لاطاكون نخرجوا ليهم، هو اللي عندهم. اه شوف شغلك هذاك، دبر راسك، حنا خصنا نربحوا. الحولية العيد راه على حسابنا. الحولي؟ إيه ولكن خصكم تعاونوا معايا، واش غنجيو نربحكم؟ راه ما يمكنش علي، خصنا نبنيو شي خطة. واخا دير لنا أنت خطة، راه خدمتك هذه، أنت مولف هذا الشيء. اسمح لي الله يخليك، أش مولف أنا؟ أش مولف؟ واه عبد الرحمن، وعبد الرحمن راه حنا جايبين حولي، جايبين حولي ديال 40,000 ريال، هذاك الشيء اللي غيعجب مالين الدار. شوف خرج لنا محالطاكم، حنا غادي نتفاهموا معاه. صافي؟ صافي. باقية حاجة أخرى؟ لا لا صافي. شوف هاد الهضرة ساليناها صافي، تفاهمنا تفاهمنا. الله يعاونك. شوف علي يكون سمينا تنوضي نوضي نوضي، دوي مع بنتك زيني لي الدكالي باش تجوكوش به، راه غيمشي ليا البرلمان. تا عجب البرلمان الهضرة وتي انا اللي عارف. نوضي يا نوض نوض نوض، راه العشاء ودا نوض نوض، صلي وكلت عليك الله. انا غنمشي نهضر معاه. كيف جاك؟ شكون؟ شكون؟ الدكالي. صافي ما قلت حاجه. هاك يحشم. واش كتثقي بيا؟ تخودي الدكالي وتهناي. راه الدري مزيان وعندو الحانوت ديالو. لانغوست؟ لانغوست؟ وما كيعرف حتى يمشي. والطانود راه تيمشي بحال الكويريه القدام. وراه شي باني. وداك الاخر شرويط. شرويط؟ واش هادي سميه بعدا؟ والبنت اللي كتفكر تسمع هاد السميه تهرب. ميمتي ميمتي كلشي باغي يخطبني حارت. اه كلشي باغي يخطبك. السعدية راه ما عندك علاش تحيري، خودي الدكالي وتهناي، الاخرين راه كلهم سكيرية، راه شي نهار غادي يخليو ضربوك اولا ينساوك ويباتوا في الزنقة. حي ما خصنيش بهم والله ما نتزوج بهم ما بغيتش. ها شفتي؟ شوفي نهار السبت انت والدكالي الخطبة والكتاب، وهانتي طرقتي المسمار والاخرين ما بقى عندهم ما يقولوا. الدكالي في راسو وهو رابط عليها، متى تقولي واخا؟ واش هو غيلقى احسن منك؟ لا والو ما دواش. خصنا نتفاهموا الاخوان، راه ما يمكنش تاخذ ثلاثه ديال الرجال، خصكم تفهموا القضيه هذه. والقضيه رانا فاهمينها. والمراه لا تتاخذ الراجل اللي كتبغي. اشنو زعما كتبغيك انت؟ ما قلتش هذا الشيء. وشنو قلتي؟ كتاخذ الراجل اللي كتبغي، كتبغيك انت؟ غتجوج بك انت؟ هذا الشيء اللي قلتي ولا لا؟ وما قلتش هذا الشيء. اي وشنو قلتي؟ اي وشنو قلتي؟ وراه هي تختار. ها دابا متفقين هي تختار. ما عمرها تختار شي راجل بحالك، ديما مودر في البحر. انت كتحسب راسك صحفي بصح؟ 20 عام هذيك كتبتي جوج حروف في الجورنال ما كيقرا حد، من ذاك النهار وانت مصد علينا راسنا.
والراجل هو اللي يكون مهول على راسه. حالك انت زعما؟ ايه بحالي انا، وانا ما معولش انا على الوالد يخدمني ولا يوكلني ولا يشربني. على من كتهضر؟ على شي وحدين. وانت بعدا جابك للزواج ياك الدار نهار وما طال وانت كتمصف دمع عباد الله، هادي خدمه هادي حجام الاخر. ايه حجام ويني بمحل. وشوف انت اللي النهار المخير كتصور فيه كيلو ديال السردين، اش تاكليه ولا تبيعيه؟ دابا يقول لي اش عندها ما تدير بك انت؟ بلاتي بلاتي، واش شفتوها بعدا كي دايره؟ شفتوها كي دايره؟ انا بعدا كتبان لي ما فيها حتى حاجه مكاده. إيه عندك الحق، والله ما زوينه. علاش باغي تتزوج بها؟ ما قلت باغي نتزوج بها. واش قلتي؟ وقلت في المثال الا كانت غادا تتزوج وغادا تاخذ شي راجل برزقه بحالي، ولكن انا راه اهبل. الواحد خصو يرد البال، الواحد خصو يشوف القنوفه، يشوف النيف. شفتوا النيف؟ النيف بحال المنقار ديال البلارج. لا لا انا ما متفقش، النيف ماشي بحال المنقار البلارج. وانت اش كتعرف في الزين؟ تقدر تكون عاوتاني ما تعرفش طيب، ما تعرفش تعجن، وهادي بحال علمك عليها الله. ولا كنتي كتبغي دوك الشهيوات وهاد مشيتي خلا. شوفوا كل واحد يضرب على راسه، انا ما غاديش نبقى نتسناها تعزال ولا تختار، انا غادي نمشي نهضر مع الحاج ولا ما كاين ماتش. انا غادي نمشي نهضر مع الحاج ولا ما كاين ماتش. طرح تزير شمن طرحك انت؟ ما خايفش يفوزولك بها؟ لا ومالك مقلق؟ ما عجبانيش، ما شتيش قنوفتها ونيفها كي دايري؟ مال قنوفتها ونيفها؟ راه هذاك الشيء قلتو انا قدام الاخرين باش ينيسوا يعطوك باتساع. لا راني نيفها داير بحال من قرب اللارج. وما تنرفينيش ما تنرفينيش يا صاحبي، راني قلت هذاك الشيء بالعاني قدام الاخرين. وانت اش بغيتي بنيفها ولا قنوفتها؟ وعلقهم في كادر. نهار السبت ان شاء الله غادي تتزوج. السبت؟ لا ما نصيبش، السبت راه تابعني الماتش. ومن قبل الماتش مع ال 12 يجيو العدول وتكاتبوا، ومن بعد سير زعرط مع راسك كيف ما بغيتي. انا راه كل شيء قديتو لك. وضحك وضحك يا صاحبي وضحك، راه والله ما تلقى بحال هاد الوجيبه واخا تطير وتنزل. عندك تنساني، عندك تنساني ملي تولي نسيب الحاج. لا وي لا اضرب. اش الله يجعل كل شيء بعضكم سوي. اه الله يبارك فيك. سرح 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 س
لا هز راسك هز راسك هز راسك عيسوي لا ماشي بيتر صاحبي راه كوفره مش شدي من توني لا ماشي لعبة هذا الله نقول يلا ارميها كل الطعام كما عطينا الدجاج طب شوية شروي شوية طيحوا في الطعام طيحة وحدة الله يكثر خيرك الحاج طب شوية شوية عفريت سي صح كي ياكلوا كي ياكلوا مع الجريوة عفتي الحاج ماتش مربوح وين ماتش فيهم راجل لا ماتشات هما كاين ماتش ديال قتال ماتش ديال الانتخابات غربحهم جوج ان شاء الله انما خصني نتقص على العدو باش نعرف الخطه يسير الله يعاون قول لي الحاج ما خصكش واحد يعاونك واش غادي تعاون ديال الانتخابات العمال انا راه راجل مثقف والعائله ديالكم خاصها شي راجل مثقف اللي يرفع من المعنويات ديال العائله المحترمه ديالكم انما عندي لك واحد الطلب طلب ها لانغوست وحتى من بعد راك كتشوفنا غرقين في المشاكل الحاج راه غرق في المشاكل هذا مالوه اذا علاش كيقلب ما فهمتي والو الحاج وما فهمت حتى حاجه ما فهمت الحاج راه كلهم باغيين يتناسبوا معاك عارفينك ناجح في الانتخابات باغيين يدبروا على راسهم كيقولوا راه هذه هي الوجيبه وبيني وبينك عليني تخصني هذيك الدريه نتزوجها بدات كتخرج الدريه وغادي تزوجها للدكالي ولاش الدكالي والحاج راه تفهمنا الا ما عندنا دكالي ما عندنا فرقه لا برلمان لا جماعه ها لا خرج حتى هو سخير ابو الحاج خير شكون انت الشرويط خدام عندك ابو الحاج في الفيرما لا في الباركو وين باركو فيه مرام ربعه سوميه وراه كاملين اسمهم سوميه سوميه ربعه الحاج واش بغيتي دروك دابا ابو الحاج عندي واحد الفكره الا بغيتي نربحوا الماتش ونديروه في جيبنا اشنا هي هاد الفكره البوهالي داك اللاعب اللي عندهم زوين صحيبي نقدر نشوف معاه كي غدير لي غادي نمشي نهضر معاه ونقول ليه غندخل الكاري دي زويت طيحني ديك الساعه الاربيط بزز منه غيصفر بيلانتي يا ولا ما خشيتيهاش في الشبكه نصدقوا خاسرين الفلوس على والو لا لا الحاج ماشي هو اللي غيشوتو علاش شكون اللي غيشوت بيلانتي الدكالي والله الا شاتها شي حد من غيري انا ولا فلتيه انا اللي فلت بيلانتي انا راه عمري في حياتي فلت شي بيلانتي كان كنهضر على هاد البيلانتي لا فلتيه هاد البيلانتي ما عقلتيش على سقراطيس فيها بلاتيني براسو وتقل بيلانتي وعلاش ما نديروش واحد القضيه اخرى نشريو هنا هذاك اللي حاضي القفز شكون القول قول لا عندكش ما تقول يلا لا القول ما كنعرفوش ولكن حتى هو نقدر زعما نشوف معاه حتى هو ها ولا تفهمت يا سيدي مع القول علاش غنشوت هاد البيلانتي ها الله يرضي عليك عم سعد خسران الفلوس هذاك صاحبك اللي قلتي له قول شحال كيطلب غنشري لي عا 5 لتر زيت الحاج 5 بزاف هو شوف بالحاج بغيت نطلبك واحد طليبه طليبه نطلبك تشرويت ماشي دابا حتى من بعد سير راه الحاج غرق في المشاكل سير صافي تنبه الله يخلف بالحاج شافي سير ادو مالهم يلا انت غادي تشرويط شنو نشد فيه انت راه كيطيح وحده المهم الخطه ديالنا هي هادي 4 4 جوج كلشي غادي يلعب على البوهادي شوف فار ها اش كدير هنا ها اش كدير تبي اش كدير انت لا اش كدير انت لا اش كدير يا سي الخطه عندك فين خرجتنا اش داك تدقوسس عليهم كاع
والله كون ما كان لقيت كيعرفني انت بقيتي هنا خسيت. يلا حيد سير سير بغد سير هيا خذ سير هيا وي وي ولي يا لي يا لي في مشغل حاجه بعيط حبيبي رفع البلاد اصاحبي اديرش نعناع عسل مالكيتي فين تعلق الشمال كل شي قليتي بقات لك الكوره انا ما كنفهمش الكوره عندك الحقس وين كان احتار مراسي ماشي بحالك مشوه انا راه ما كانتي شي حركه في البحريه وانا ما كان بني السوق ونسى القنطره ولا نحفر حفره والغد الغد نسد باش نلقى فين نبخمخ كتهمني قول بالعربيه اي قول بالعربيه كتهمني لا تهمك اي سمعتوا عيب علي تهمني بشفره لا 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 اسمح لي الحاج ما تهمكش وتمك اخويا اش حرك شطيتك انا شاهد الحاج قال لك بنيتي السوق ونسيتي القنطره اي المره الجايه ما كاين لا سوق لا قنطره ولي وصل لودني هذا ما غير نحكوا لا لودنينا لا المناخرنا ومرة جاية ما كاين لا مرة جاية لا جوج بلاصتي والله لا شديتيها عليا باليمين لا شحال في رؤساء الجماعات يا بلاصتي لا شديتيها الباطي ما كانش باطي قدك واش سلوكك انا شفرنا خويا قلنا هو ما مشيت انا حيد رجع حيد لا ما موجودش والله ما موجود اعطيني على الاقل واحد الشهر شهر والناس اللي وجدوا كل شيء شنو غنقول لهم انا الشهر يلا يقتني باش ندخل دماغي قصه هاد الجواج غدا ما يمكنش الدكوالي انت راك صاحبي شحال هادي وانت صاحبي ودابا ملي بغيت نعاون لا ما تعاوننيش ملي وجدت لك كل شيء ناد معايا الحال اس راه الناس ماشي مونيكات تلعب بهم كيف ما بغيتي هذا راه الحاج واش كتسمع شنو هي الحاج راه الحاج واش غادي تفلاو به كراك اجي علي علاش ما تجوش بها انت اللي دير هاد القيامه هذه كلها انا ما نقدرش انا راني مراضع معاها وانت اللي صاحبي لا قلت تجوج بها وقلتها لك قلتيها ليا وا سيدي اسمح لي تنادم معايا الحاجه صافي صافي ما تقلقش ما تقلقش صافي ما غاديش تحشمني غدا ما غاديش تحشمني سي البنيه راه مزيانه وكتبغيك وكتعرف تلعب الكره غادي تبدا انت وياها تلعبوا الكره ها
دكالي كون ناضي غدا واني لك احلى هذه لا صحتو سي خلينا نصافي راه باقي تنغدى ما ولاك حتى قال وليا ها شينا الاخوان مستعدين مستعدين ما خاصكم حتى حاجه والو كل شيء مزيان الحاج الله يخلف والحاج غاديك تقل يا شويه غيلفتنا على القلب ما كنتيش تكثر واه الحاج بغى يفرح بكم وصافي حتى حنا غادي نحمروا ليه وجهه ها يا شوف ها خاصكم تربحوا لي هذوك الشمايل والحاج غادي نربحوهم ونفوتوا الرباح ليه ان شاء الله بلا غش بلا تحرميه شوف الحاج راه ما كاينش اللي يخدم معك لبارية في الحقيقة الإخوان راه سمعنا شي حاجة شوف راه الدراري أنا كنعرفهم واحد واحد تا واحد فيهم ما شاد شي حاجة دراري شادين شي فلوس لا لا شاد الهضرة الحاج بالعمى بغيت أنا راه سمعت شي تنقنيقة والحاج راه غالكذوب راه بالعاني باش يديموراليزيو الدراري على قبل الماتش وكاين حاجه تحلفوا وحقها للوالي وحقها للوالي وبركتها للوالي وبركتها للوالي ما نبيع الماتش ما نبيع الماتش ما ندير اليد مع العدو ما ندير اليد مع العدو الا خنت الامانه الا خنت الامانه الله يجعل هذا الوالي يخرج فيا الله يجعل هذا الوالي يخرج فيا ويرزيني في صحتي وصحة ولادي ويرزيني في صحتي وصحة ولادي آمين 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 مرحبا بكم العيالات بسم الله تفضلي انت مرحبا بلالا منانا الله يكمل بخير بارك الله فيك مرحبا لالا مرحبا بخليك بسم الله الله يجعل كل شيء مبارك مسعود الله يكمل بخير الله يبارك فيك عقبة عندك ان شاء الله ايه انا بعد راني كاع ما عرفت علاش جيت تبركي واش قلتي تقولي لي اش واقع انت ما فخبارك شو وبالعمى السعودية مالا خويت تخطبت دخلنا عليك بالله والله العظيم هذيك الحمقة اللي تضل النهار كامل وهي تجري هذيك الحمقة وعرفتي مآمن مآمن أختي الحجام هذاك الوليد زوين هذاك الوليد زوين وما عرفت أخويتي على جاتها إوا كلها وكي جاته كي تشي بعطين باص سلالة باص باص Thank you.
وشوف مبروك علينا هذه البداية مازال مازال مبروك علينا هذه البداية مازال مازال مبروك علينا هذه البداية عدو الكل كلنا غادي يتلع نافد عدو ملك قولون عبد السلام حيدك اجي شت دكري ما جاش ورا غادي يجي مع الحاج على ما خبرتش لا ورا عدو الخطبه اليوم مع عبد الحاج ها وهادشي كاع ما فراسنا ولا شبيتيها تكون في راسك على مالك انت اللي غادي تزوج بها هو ماشي معقول ولعب معنا في الفرقه يدرك عنا الخطبه ديالو التفلي هذيك واش راه هي اللي بغات لا لا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك خاص المسائل توضح احسن نيت هناتنا جات مشات وحده تجي 10 كاع أطلقنا المعلم راه تابعنا الماتش بسم الله كول كول سيري سير عليا هادشي سير سادية فرحانة واش نرج واجات يلا وسر بيونا راه العدو بدا كيتقلقوا سربي سربي يلا يلا وتحنا رحنا موجودين وتلقونا سربي حيد حيد عليا هادشي حيد حيد علي يرحك وين ودك وين يبكى لحداك كان حداك زيد وين وين لا لا الكفر بالله حاج تبعي غادي يخرج اول حاجه غادي ندير ملي نولي الرئيس تاع الجماعه غادي نصيفط ليه هذيك اللجنه ديال الهديمي يهدموا لي هذاك الحانوت اللي متصل لا 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 الحاج وهذه ماشي ديالك لا 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 الحاج وهذه ماشي ديالك وهو راه فكر في المصلحه عاود ديالاش هالمصلحه علي قول لي ديالاش عنده الماتش هو الاول وراك عارف الحاج الا ربحنا غادي نضروا هذاك الشماته ديال بو علام في خار عين ما كنتوش تسبقوا هذا الروينه هذا تصبروا على شويه زربانين راي العيالات خزيت سمعوا الدراري الخطه ديالنا 11-11 هي 22 ولبسوهما تكنيكمون براتيكمون بشيشيكمون يلا خاصو يتربى الدراري جاو مع الصباح ويلا طفات عليه الشمعة قول لهم فين كنت صح بنات الدكالي اليوم تزوج سعدية بنت الحاج وهذا الشيء علاش عطلنا كاملين قولها خفتينا نخطفوا عليكم ايوا شنو اللي نقص ما يلبس الشراوط ويتهودر خاصو يتربى أيها اللاعبون الأشاوس أين المفر؟ التيران أمامكم والعدو بعلام وراءكم وليس لكم والله إلا اللعب وتحقيق النصر واعلموا أنكم في ملعب سيدي الخدير وقد استقبلكم عدوكم بجمهوره وشعارته الخاوية وأنتم لا أسلحة لكم إلا أركابكم
ولا وزر إلا ما تسجلونه على عدوكم من إصابات كثيرة بإذن الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يلا دراري يلا يلا يلا. مال الحاج حاج الله يجعل كل شيء بارك مسعود وانت دير ودوز لعندي
الماتش مليون. الاربيط واكل والله لا واكل. تكالموا الدراري تكالموا. ايها اللاعبون العشاوي. من قاعد انت من برويل تاع الهدره؟ عشاويش انت قلت لك جيب الدولمين. تا الدولمين اكبر وتا يخلعهم اللانكو تا يخلعهم. نوض باش طايطك ونوض طايل هذا شطايطو ونوض ما غاديش يلعب. انا اللي كنقرر شكون غيلعب وشكون ما غيلعبش. فرقتي هادي وانا اللي كنقرر شكون يدخل وشكون ما يدخلش. انا كنحتاج. انت غتمشي في حالك ها عار الله لما تفرق لي مع فرقتي. انت ما كتعرف حتى حاجه. اعطينا سيدي حسابك. اش كيخرب نوض وليدي تحزم وندخل دابا على بوك الحاج. شي حكمة. نوض السلام عليكم. تفضلوا سيدي معنا. تفضلوا معنا. نوض سيدي نوض. تفضلوا معنا. جانا المارك هادشي ليك هادشي اللي بان ليا انا هو موحى الاربيط انا هو موحى عطيني حمر انا هو موحى يلا سرويت سرويت طلع معاه سرويت سير سرويت فوالا بيان تخور هنا خلينا البوهاني يكمل الماتش والله ما غيكمل هذا الماتش والبوهاني وصافي يا صاحبي واشنو درتي معايا وطلقنا يا صاحبي نعطيك 1000 ريال 10000 ريال 4000 ريال هي اللي كاينه هاك الله يربح يلا زيد
شوفه صافي سيدي الحاج درناهم بجوجنا عياو